مرحبا بكم الناس الكل، نسيس رواحكم اللي شادين الطريق واللي في الدار دفاو بالقدا هكا قايت ركشه وقايت قهوه ولا كويس تاي بحذاكم، وانتم حالين الراديو احنا نقدم لكم المعلومه وانتم تونسوا معنا حتى الماضي ثلاثه باش نحكيوا تويكا ونقدم لكم في حراير تونس الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائيه. هذا باش يصير من اليوم حتى ل 20 ديسمبر بالمسرح البلدي بسوسه. حراير تونس تقدم لنا دورة والبرنامج السيدة ليلى بن ساسي المندوبة الجهوية للتربية بسوسة. مرحبا مدام. مرحبا بك بجميع المستمعات والمستمعين. شكرا ليك على قبولك الدعوة. كان ناخذ من عندك التفاصيل الكل حول الدورة اللي باش تتم من 18-19-20 ديسمبر 2023 هذا بالمسرح البلدي بسوسة. تفضل عندك الكلمة. هذه الدورة 13 للملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية. أيوة. اللي ينعقد ابتداء من اليوم، الافتتاح اليوم العشية الأربعة، دونك 18-19-20. هذا الملتقى هو ملتقى وطني يشارك فيه 26 مندوبية. العمل هو عمل امتد على سنة كاملة، وقعت التصفيات الجهوية في وسط العام، والمتوجين على المستوى الجهوي مش يكونوا موجودين معنا للتصفيات النهائية. تقريبا عنا 1000 تلميذ زيدة. تقريبا فما 22 كورال وأربعة منتخبات. الكورال هما المتوجين على مستوى الجهات، يعني يتابعوا في على مستوى الجهة. يقع الاختيار إما المدرسة الفائزة بالكورال تكون هي الأولى تترشح للنهائيات، أو يقع الاتفاق أنه يتقدموا بمنتخب. المنتخب بيكون يمثل جهة كاملة. ممتاز ممتاز. كذلك الدورة هذه اكتسبت طابع ملتزم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطابع تكريمي لروح الفقيد الأستاذ العزيم العفريت مكون الأجيال الموسيقي طبعا. الملتقى هذا اخترنا له أنه يكون ملتزم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ونفس الشيء قمنا بتكثيف أسعلينا معناها الفرصة هذه لتكريم الأستاذ المرحوم عزام العفريت المربي الأجيال واللي أثر موسيقيا العديد من المؤسسات التربوية، وهذا زاد حبينا نكرموه ونكرموا كل مربي يناضل من أجل شباب تونس أو ليتونس. نعرفوا مسيرته أكثر من 30 سنة تبنيه ودعمه لعديد المدارس الابتدائية. كذلك الحفل باش يتم، حفل الافتتاح كما قلت حضرتك باش ينطلق في المسرح البلدي بسوسة على الساعة الرابعة بعد الزوال. باش يتم كذلك حضور السيد وزير التربية محمد علي البغديري وثلة من المسؤولين والإطارات. بطبيعة الحال المندوبيات الجهوية باش يكونوا الا باش يتفقوا اليوم، كل يوم عندنا مجموعه يكونوا حاضرين، مش 26 حاضرين في نفس اليوم. عندنا برنامج كامل يمتد على 3 ايام. الافتتاح باش يكون بالادارات الوزاره سيد الوالي، الادارات الجهويه سيد الوالي، ان شاء الله يكونوا معنا ان شاء الله، وان شاء الله ضيوف الكل يشاركونا، واحنا نكونوا نتكل فرحانين وعلى استعداد انه شرفنا السيد الوزير والسيد الوالي ان شاء الله ان شاء الله المركزيه والمحليه. ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه على التواصل وتقديمك للمعلومه. شكرا لك سيده المندوبه الجهويه للتربيه بسوسه سيده ليلى بن سيسي رفقتنا في الحوار. حكينا على الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائيه اللي باش يمتد من 18 ل 20 ديسمبر بالمسرح البلدي بسوسه.